بهالفيديو رجعت لكم بأكثر سلسلة توب 10 تحبوها في القناة، واللي هي معاقبة وفضح الغشاشين في الألعاب. هذا الجزء الرابع من هالسلسلة، سويت 3 فيديوهات قبل وكل فيديو جبتوه فوق 2 مليون مشاهدة. شكرا لكم. بس إذا كنت جديد على هالسلسلة، فموضوع الفيديو بكل بساطة إنه الغشاشين أو الناس اللي يستعملوا هاكر في الألعاب كلنا نكرههم، لأنهم بيخربوا علينا الألعاب وبيخربوا متعة اللعب. فعشان كذا كلنا ننبسط لما نشوف غشاش أو هاكر يتعاقب وياخذ بان، بس لما نشوفه يتعاقب وفوقها ينفضح إنه غشاش قدام ملايين الناس، فهذا أفضل شعور. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 أشخاص انمسكوا يغشوا في الألعاب وتم فضحهم. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ، هذا الفيديو عليه giveaway على $250، والفائز يقدر يستلمها على شكل بطاقة من البطاقات شايفينها قدامكم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل. وهذا الفيديو برعاية أحد أفضل ألعاب الباتل رويال Apex Legends، وحاليا صارت متوفرة على الموبايلات باسم Apex Legends موبايل. ومن أسبوع شاركت في بطولة للعبة كان مشارك فيها أكبر اليوتيوبرز وأكبر فرق الإي سبورت العربية. شوفوا معاي لقطات بسيطة من البطولة. السلام عليكم يا جماعة، اليوم راح يكون في عنا بطولة Apex Legends موبايل. مثل ما شفتوا أنا وفريقي فزنا في البطولة الحمد لله. اللعبة جدا رائعة ومتواجدة حاليا على الآيفون والأندرويد، رابط تحميل موجودة بالوصف، وأيضا رح تلاقوا بالوصف رابط سيرفر عربي خاص للعبة على موقع ديسكورد، شيكوا عليه. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب خلنا نبدأ الفيديو بالمرتبة 10 مع ستريمر مسكوه يغش في لعبة ماينكرافت. الستريمر اسمه إدوارد وعنده فوق 300,000 متابع على موقع تويتش، ويفتح بثوث بشكل يومي. بعد الأيام كان فاتح بث، وكان الهدف من البث إنه يختم لعبة ماينكرافت، وفعلا وصل على نهاية اللعبة، بس ما كان عنده القطع المطلوبة عشان يفتح البوابة النهائية ويختم اللعبة. بالتحديد ما كان عنده عدد كافي من الإندر بيرل. عشان تفتح البوابة النهائية في ماينكرافت تحتاج 12 قطعة من الإندر بيرل، وهو كان معاه 8 فقط. فلما وصل على النهاية لقى صندوق بجانب البوابة الأخيرة، وقبل لا يفتح الصندوق شال اللعبة من البث المباشر وخلى الكاميرا على وجهها فقط، وصار يهكر ويغير في إعدادات اللعبة بدون لحد يشوفها. وبعد ثواني رجع اللعبة على البث المباشر وفتح الصندوق، وسبحان الله لقى الأربع قطع اللي يحتاجها موجودين جوا الصندوق. Holy shit! No way! اللي يلعب ماينكرافت راح يعرف انه هالشي مستحيل يصير، هالقطعة جدا نادرة ومستحيل يطلعوا 4 بصندوق. وحتى طلع تحت على اليسار لما رجع الكاميرا على اللعبة Your game has been updated، يعني غير وهكر في اعدادات اللعبة عشان يطلعوا له القطعة الناقصة بالصندوق، وفكر انه لما خلى الكاميرا كبيرة على وجهها ما حد راح ينتبه، بس كل متابعين انتبهوا وصاروا يكتبوا له هالشي بالتعليقات. في المرتبة 9 عنا لاعب وستريمر محترف بلعبة Call of Duty اسمه Plex، وهذا مو أي لاعب محترف وخلاص، لا، هذا ثاني ألعب شخص في العالم بلعبة Call of Duty Vanguard، ترتيبه الثاني على العالم. المهم في أحد الأيام كان فاتح بث مباشر وعم يلعب اللعبة ومشارك بأحد البطولات، وعلقت عليه اللعبة لجزء من الثانية، ولسوء حظه بسبب هالتعليق ظهر برنامج الهكر اللي كان قاعد يستعمله على الشاشة. اي مثل ما شايفين كان محمل برنامج هاك ويقدر يشوف الأعداء كلهم من وراء الحيط، بس كان خافي عن البث المباشر، فلما علقت اللعبة علق معاها برنامج الهكر وطلع على الشاشة لجزء من الثانية، يعني طلع مو لعيب ولا موصل المرتبة الثانية على العالم بتعبه، لا
كله عن طريق الهكر. وطبعا مجتمع لاعبين كول اوف ديوتي مسكوه وفضحوه وصارت سيرته على كل المواقع وصفحات على تويتر وفيديوهات يوتيوب، وحتى طلعوا كثير لاعبين مشهورين كول اوف ديوتي وصاروا يهاجموه. فراح اللاعب بليكس رد وكتب انه هو فعلا اشترى هكر، بس الهكر كان عشان يطلع الوان خاصه في اللعبه. بلعبه كول اوف ديوتي في الوان على الاسلحه جدا صعب انك تجيبها، فهو على اساس اشترى الهكر عشان يطلع هالالوان بسهوله، وما كان يدري انه الهكر يخليه يشوف الاعداء من ورا الحيط، وهو ما كان يستعمل هالشيء اصلا. بس طبعا ما حدا صدقه واجاله حظر على حسابه بكول اوف ديوتي وازالوا اسمه من قائمه العاب الناس في اللعبه. هو كان الثاني على العالم وخلاص انسحب، بطل يطلع اي بث مباشر ولا يكتب اي تغريدة على تويتر، اختفى من الانترنت بعد الفضيحة. في المرتبة الثامنة تعرفوا المثل اللي يقول كيف عرفت انها كذبة؟ قال من كبرها. يعني اذا كان شيء جدا مبالغ فيه ومستحيل يصير بس صار، وقتها تعرف انه في كذبة بالموضوع. كان في بطولة للعبة الشطرنج اونلاين في الهند، وكانت هالبطولة خيرية، يعني كل الفلوس اللي رح يجمعوها من البطولة رح تروح للناس المحتاجين والمتضررين من الوباء المنتشر. المهم طريقة البطولة كانت انه جايبين بطل العالم بلعبة الشطرنج 5 مرات فيتشي اناد، وجايبين بالمقابل 5 مشاهير بالهند عشان يلعبوا معاه ويتنافسوا ويشوفوا هل ممكن في حدا رح يقدر يتغلب عليه أو لا. وأثناء البطولة بالبث المباشر الناس بيتبرعوا فلوس، وهالفلوس بيعطوها للجمعيات الخيرية. فالمهم ما حدا قدر يفوز بطل العالم أبدا، لا السنة الماضية ولا هالسنة، أي واحد عم يخسر قدامه. بس في هالبطولة إجا منافسة شخص اسمه نكيل كميث، وهذا مشهور في الهند وملياردير، عنده صور مع بيل جيتس حتى، وقدر يتغلب عليه وفاز بطل العالم بالشطرنج. هذا الشخص اللي ما عنده أي خبرة في اللعبة وقال قبل كذا بالمقابلة أنه جدا فاشل في اللعبة، سبحان الله قدر يفوز بطل العالم بالشطرنج. فالناس بدأوا يشككوا ويتسألوا بالموضوع أنه مستحيل هالشي يصير، وعم يطلبوا فتح تحقيق. راح نكيل المليونير كتب على تويتر أنه اعتذر، فعلا غشيت، كان محمل برنامج هكر بيقل الحركات اللي يسويها عشان يفوز بالشطرنج، وقال أنه هذه بطولة خيرية وما حد رح يربح أو يخسر فلوس، فما كان مفكر انه لو غش رح يسبب ضرر. راح رد عليه بطل العالم وقال له لا، حتى لو بطولة خيرية ما بصير تغش، خربت قوانين اللعبة. وفعلا منعوه من المشاركة في اي بث خيري بالمستقبل، وحظروا حسابه من لعبة الشطرنج اونلاين. في المرتبة 7 معظم العاب الفيديو بيكون فيها ادمنز، والادمنز اللي ما بيعرفهم هم كل بساطة اشخاص بيكون دورهم مراقبة اللعبة عشان يشوفوا اذا فيها اي مشاكل او جلتشات ويخبروا فيها الشركة عشان يصلحوها. بس بعض شركات الالعاب تعطي الادمنز صلاحية انهم يعرفوا اي واحد غشاش او يستعمل هاك في اللعبة ويعطوه بان، وهذا الشيء اللي سوته لعبة السيرفايفل والبقاء المشهورة راست. اي ادمن في لعبة راست فينه يعطي بان لاي واحد غشاش. فالمهم احد الادمنز في اللعبة اسمه كامومو، وعنده قناة على اليوتيوب عنده فوق 300,000 مشترك، وكامومو بس يشوف اي واحد قاعد يغش في اللعبة يعاقبه جوا اللعبة ويصوره ويحمله على اليوتيوب بعدين يعطيه بان. وصار يسوي فيديوهات يجمع فيه الناس الغشاشين اللي عاقبهم بطرق جدا مضحكة، نفس مثلا انه واحد غشاش نزع منه ملابسه وربطه على الكرسي وبعدين حط صاروخ بالكرسي فراح طار بالهواء وانفجر ومات، وبعد كذا عطاه باند على حسابه. وواحد غشاش ثاني خلى مجموعة دجاج يمشوا وراه ويكتلوه وبعد عطاه باند. وفي واحد حبسه جوا بيته، سكر عليه جميع الأبواب وما خلاه يقدر يطلع أبدا، وكمان واحد خلى أحصنة تلاحقه في كل مكان وتكتله، وواحد ثاني هجم عليه دب وفجره. وفي كثير أمثلة، كل ما يشوف أي واحد غشاش ويستعمل هكر يستهبل عليه ويذبحه باللعبة وبعدها يعطيه باند، وجمع هالاستهبلات هي كلها ويرفعها على اليوتيوب وفيديوهاتها بتجيب مئات الآلاف من المشاهدات. في المرتبة 6 بعام 2019 كان في بطولة للعبة الموبايل كلاش رويال، وكانت بطولة جدا ضخمة برعاية ريد بول، وكان في مسرح وجمهور ومعلقين وعدة لاعبين. المهم على نهائي البطولة كان في لاعبين عم يتنافسوا على الجائزة الأخيرة، واحد منهم اسمه كريغ امباير 77. أحد الحكام انتبه انه هاللاعب شابك سماعة صغيرة حاطها تحت سماعاته الكبيرة وموصلها على جوال بجيبته، يعني هو
قاعد يلعب من الموبايل الخاص في البطولة وشابك عليه السماعة الكبيرة، وفي سماعة صغيرة رايحة على موبايل بجيبته، وباستعمال هالسماعة كان عم يتكلم معاه مدربة وعم بيقول له شو يسوي وكيف يلعب. واللي ما يدري هذا الشيء ممنوع منعا باتا في أي رياضة إلكترونية وحتى ببعض الرياضات الحقيقية. المهم كريك كان قاعد يغش ومع كذا خسر في البطولة، ولأنه مسكوه عم يغش عطوه حظر من إنه يشارك أي بطولة ثانية بالمستقبل. في المرتبة الخامسة ما عندنا قصة شخص كان يغش أو يستعمل هاكر بالسر وبعدين انفضح، لا، بل عندنا شخص كان يفتح بث مباشر يوميا وهو قاعد يلعب Call of Duty Warzone باستعمال هاكر. يعني ما كان يحاول يخفي الهاكر، لا، كان يفتخر انه قاعد يغش باللعبة، حتى اسمه كان هاكينج فريدوارد، يعني من اسمه قاعد يعترف انه غشاش. كان يبث على موقع الفيسبوك، وفيسبوك ما عندهم مشكلة انه واحد يستعمل هاكر اثناء البث المباشر، على عكس موقع تويتش مثلا. لو على تويتش كان عم يستعمل هاكر كانوا حظروا قناته من زمان، وكان كل ما يجي بان او حظر على حسابه بكول اوف ديوتي يسوي حساب جديد ويستعمل الهاكر ويلعب بكل بساطة. بس على بداية السنة Call of Duty نزلوا نظام جديد مكافح للغشاشين، وهالنظام ما بيعطيهم حظر لأنه ما في فايدة، بيسوي حساب ثاني، لا، بل هالنظام بيخرب عليهم اللعب. يعني أي واحد محمل هاك راح يحتاج ضعف الطلقات عشان يقتل أي واحد. شوفوا ردة فعل الستريمر وهو مستغرب ليش الأعداء مو قاعدين يموتوا. Look at that bro. How It might just be the gun. Look, there's no way, bro. لا، وغير كذا هالنظام بيخليه فجأة ما يقدر يطلق بسلاحه، ففجأة بيكون عم بيقاتل مع الأعداء وسلاحه يبطل يأيم أو حتى يطلق. The aimbot just fucking broke again, man. I can't even aim. Look. I'm off this. I'm gonna fix my situation with engine owning. كان شوي ويبكي بالبث المباشر وقاعد يسب الشركة اللي اشترى منها الهاك لأنه دفع فلوس على الهاك وعلى الفاضي ما عاد يشتغل. في المرتبة الرابعة عنا اللاعب كويد، واللي يعتبر من أصغر المحترفين في لعبة فورتنايت. هذا اللاعب فاز بست بطولات بلعبة فورتنايت بعام 2019 و2020، وأخذ مرتبة عالية بكأس العالم للعبة فورتنايت، وكل هذا وعمره 13 سنة فقط. المهم في أحد الأيام كان فاتح بث مباشر عم يلعب فورتنايت، وفجأة أثناء البث تم طرده من اللعبة وإجاله حظر أو باند على حسابه. كويت كان جدا مستغرب وفكر أنه حصل هالشي عن طريق الخطأ، فراح وأرسل إيميل لشركة إبيك جيمز، الشركة المصنعة لفورتنايت، وما ردوا عليه. حاول يكلمهم أكثر من مرة بس تجاهلوه بالكامل. راح عمل حساب جديد وصار يلعب بالبث المباشر وعطوه حظر على حسابه الجديد. سوى تقريبا 5 حسابات وكل مرة يعطوه حظر على الحساب، وكل هذا وشركة إبيك جيمز مو راضية تقول السبب. بعدين إجا شخص اسمه سيربنت، واللي يعتبر صحفي مختص بالألعاب، قرر انه يتحرى عن الموضوع ويعرف ليش قاعدين يعطوه حظر. وبعد عدة ايام واسابيع من التحري عرف ليش عم يعطوه حظر. السبب انه البطولات كلها اللي فازها بلعبة فورتنايت كلها فازها بالغش وكان مهكر اللعبة. كيف عرف هالشي؟ راح وكلم احد الشركات اللي تبيع هكر بلعبة فورتنايت وسألهم شو عندكم هكرات كويسة، وردوا عليه عنا هكر جدا قوي استعملها احد الاشخاص وفاز بطولات بلعبة فورتنايت، وقالوا اسماء البطولات بس ما قالوا اسم الكويد. قالهم ممكن تعطوني اسماء البرامج اللي احتاجها عشان يشتغل هكر، عطوه اسماء 3 برامج. وراح هذا الصحفي طلع صورة قديمة لبث كويد كان محمل على الكمبيوتر عنده على سطح المكتب، هذه 3 برامج اللي تستعمل في الهاك. وواحد من البرامج كان محملهم قبل شهر من مشاركته بأحد البطولات يلي فاز فيها، فعشان كذا شركة إبيك جيمز عطتها حظر وما رضيت تقول لأن هكر، لأنه عمره صغير 13 سنة، ما ودهم يفضحوه قدام الناس عشان ما يصيروا يسبوه ويتهجموا عليه. بس هذا الصحفي راح وفضحه. في المرتبة الثالثة عنا لعبة سباق دراجات هوائية افتراضية اسمها زويفت. هاللعبة بكل بساطة هي محاكاة لسباق الدراجات الهوائية. المهم بعام 2019 اللاعب البريطاني كاميرون جيفرس فاز بالمرتبة الأولى في نهائي سباق الدراجات الهوائية الافتراضي، وتم تكريمه بحفل ضخم وفاز بعدة جوائز. بس بعدين أحد اللاعبين انتبه أنه الدراجة الافتراضية اللي كان عم يلعب فيها باللعبة اسمها
ترون بايك، وهي تعتبر من أندر الدراجات في اللعبة، وما تقدر تجيبها إلا إذا عديت مسافة 50,000 متر في اللعبة. وشيك على حساب كاميرون ولقى إنه ما عدى 50,000 متر، فكيف عندها الدراجة النادرة؟ فهذا الشخص أرسل هالكلام للمنظمين، وفعلا المنظمين سألوا كاميرون كيف عندك هالدراجة، راح رد إنه في واحد دخل على حسابه وهكر اللعبة وعطاها الدراجة، يعني كان قاعد يحاول يشيل اللوم عن نفسه. بس ما حد صدقه وسحبوا منه المرتبة الأولى وكل الجوائز، ومنعوه من الاشتراك في هالمسابقة مدة 6 شهور. ليش عملوا هالعقوبة القاسية؟ لأن إذا طلع هالدراجة بالهكر فممكن أصلا فاز بالهكر، محمل هكر يخلي الدراجة تمشي أسرع أو شيء ما حد يدري، عشان كذا سحبوا منه الجائزة. في المرتبة الثانية في لعبة اسمها جيتار هيرو، وهاللعبة جدا مشهورة بين اللاعبين المهتمين في الموسيقى، واللي هي بكل بساطة بتوصل كنترولر على شكل جيتار على البلاي ستيشن أو أي جهاز ألعاب ثاني، وبتشغل أغنية في اللعبة ولازم تعزفها على الجيتار بالشكل الصحيح. وفي بعض الأغاني جدا صعبة وسريعة وفقط اللاعبين المحترفين بيقدروا يسووها، وراح تلاقي كتير فيديوهات على اليوتيوب لناس جدا محترفين وبيعزفوا أغاني بشكل جدا سريع نفس هذا اللي شايفينه قدامكم. بس ولا واحد قدر يوصل لمستوى اليوتيوبر شموي. شموي يعتبر أفضل لاعب جيتار هيرو في التاريخ، كان دائما يجيب المرتبة الأولى على أي أغنية في اللعبة. بس بشهر 12 من السنة الماضية نزل فيديو على قناته عم يعزف أصعب موسيقى في تاريخ اللعبة، وجابها 100% بالكامل بدون لا يضوع ولا نوتة. وهذا الشيء شبه مستحيل، ولا واحد قبله قدر يسويها. فمجتمع لاعبين اللعبة جدا تفاجأوا وشجعوه على الإنجاز الرهيب اللي سواه. بس بعدين بعض اللاعبين انتبهوا انه حركات يده على الجيتار في اللعبة كانت غير صحيحة ببعض المراحل. وغير كذا على نهاية الفيديو تبعه طلع شريط أزرق، هذا الشريط لمشغل فيديوهات بويندوز، فطلع انه مصور الشاشة لنسخة بطيئة من الأغنية، وكان قاعد يمثل انه عم يعزفها ويلعب اللعبة، وبعدين مسرع الفيديو بالمونتاج. يعني بالمختصر كله كذب في كذب. وبعد ما فضحوا بهالفيديو راحوا شافوا فيديوهات القديمة كلها، وطلعت كلها نفس الشيء، فيديوهاته كلها كذب وتمثيل. فراح شموي نزل فيديو واعترف انه كل فيديوهاته كذب وغش، واعتذر ومسح قناته على اليوتيوب، وتم حذف اسمه من جميع الارقام القياسية اللي جابها بعد ما تبين انه كلها جابها بالغش. في المرتبة الاولى عنا اكبر غشاش واكبر مخادع في تاريخ العاب الفيديو، واللي خدع ملايين من الناس ومنهم انا، حتى انا انخدعت منه، واللي هو اللاعب بيلي ميتشل، واللي كان يعتبر ملك ألعاب الأركيد. بيلي كان يعتبر أفضل لاعب في العالم بألعاب الأركيد، واللي ما بيعرف شو هي ألعاب الأركيد فهي الألعاب اللي كانت موجودة من زمان، من 30-40 سنة، اللي تروح على المحل وتدفع عشان تلعبها. فاللاعب بيلي ميتشل وصل أعلى سكور في العالم بأشهر لعبتين أركيد، اللي هما لعبة باكمان ولعبة دونكي كونغ، وكسب شهرة جدا كبيرة، وصاروا الناس يتصوروا معاه في كل مكان وياخذوا توقيعه، وتم إنتاج أكثر من فيلم وثائقي عنه، واحد منهم موجود على اليوتيوب وعليه 35 مليون مشاهدة. كل الناس كانوا شايفينه أسطورة ألعاب الأركيد. بس هالكلام كله انتهى بعام 2020، وقتها أحد المهتمين في ألعاب الأركيد اكتشف أنه كل الأرقام القياسية اللي جابها بالغش. طيب كيف كذا؟ عشان الواحد يسجل رقم قياسي بلعبة أركيد لازم يصور نفسه فيديو وهو قاعد يلعب على آلة أركيد أصلية كلاسيكية ويحاول يجيب فيها رقم قياسي، وهذا اللي سواه بيلي ميتشل، كان فعلا مصور نفسه عم يلعب على أجهزة أركيد كلاسيكية. بس أحد اللاعبين انتبه أنه لعبة دونكي كونغ يلي عم يلعبها على جهاز الأركيد هذه مو النسخة الأصلية، هذه النسخة اللي موجودة على الكمبيوتر واللي جدا سهلة وتقدر تغش وتلعب فيها على راحتك. بيلي أخذ هذه النسخة وحطها بجهاز يشبه أجهزة الأركيد وقاعد يلعب على أساس هذه النسخة الأصلية، بس لا، هذه نسخة البي سي اللي يقدر يغش ويغير إعدادات اللعبة على راحته. وفعلا بس هذا اللاعب رفع شكوى عليه للمنظمين، راحوا حققوا ولقوا فعلا هذه نسخة البي سي، فتم حذف اسمه من جميع الأرقام القياسية اللي جابها،
وتم حظره من المشاركة في أي رقم قياسي بالمستقبل. وحاليا على كل صفحاته الناس بيحكوا له غشاش في كل مكان. وحاليا الموقع أو المنظمة المسؤولة عن الأرقام القياسية لألعاب الأركيد رفعوا عليه قضية بالمحكمة، قضية نصب وانتحال، ولو فازوا فيها رح يضطر يدفع لهم ملايين الدولارات، والقضية إلى الآن بالمحكمة. وللأسف أنا سويت فيديو من سنة تقريبا وكان عن أفضل 10 أرقام قياسية في تاريخ ألعاب الفيديو، وذكرت قصته وما كنت أعرف إنه غشاش. فأي شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات مين أكثر واحد تحسوه يستاهل العقاب اللي إجاه، ومين أكثر واحد تحسوه مسكين نوعا ما وما كان يستاهل كل هالعقاب. أتمنى تشاركونا هالشي بالتعليقات. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي. نشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله. مع السلامة.